السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما عودناكم بإذن الله إن احنا كل يوم بندي معلومة جديدة، بندي معلومة تكون مفيدة للأعضاء. النهاردة جايب لكم معلومات بإذن الله هتفيد الأعضاء بالنسبة للحر والجو اللي احنا يعني بنعاني منه بقالنا كام يوم. طبعا درجة الحرارة النهاردة كانت عالية جدا، تقريبا وصلت يعني عدت 40، وخلال بكرة برضو ممكن درجة الحرارة هتكون أعلى من كده، ويوم الجمعة برضو هتكون درجة الحرارة عالية. طبعا الحمام في من الحر بيتفرهد جامد، يعني بيتفرهد يعني تلاقي فرد الحمام واقف جناحاته الاتنين مش طايق ان هو يضم جناحاته على جسمه، تلاقيه واقف كده ايه منزل جناحاته من كتر الحر ومن كتر التعب. طيب انا كغاوي يعني حتى لو قديم او مبتدئ او لسه بقول يا هادي، ايه اللي انا اعمله علشان اعدي الموجه ديت وما اضرش حمامي وحمامي ما يقعش مني وما يجراش فيه حاجه؟ اول حاجه لو انت مكانك مغلق زي شقه مثلا زي اللي مربيين فيها دي، لازم يكون عندك حاجه للتهويه، شفاطات. عارفين شفاطات اللي هي بتاعت المزارع الكبيره دي؟ انا مركب 2 منها، واحد بيدخل هواء، بس لما يدخل هواء ما تخليش في وشه مثلا يعني الضغط بتاعه كده ما تخليش في وشه سلكات او حمام، تخلي وشه مثلا ايه في مكان يكون فاضي، هيدخل لك هواء واحد في الاخر في الشقه بيسحب الهواء، يعني واحد بيدخل للشقه واحد بيطلع. يبقى اذا انا عندي ايه حركه ايه تبادل في الجو، ان الواحد بيدخل هواء واحد بيطلع هواء، يبقى كده فيه تغيير جو باستمرار، الجو مش كاتم وحر باستمرار. دي اول نقطه تعملها، شفاطات تسحب معاك السخونيه اللي عند الحمام. طيب انا دلوقتي ما عنديش شفاطات والدنيا معايا ايه على قدها ومش قادر اعمل حاجه. عارفين الطشت، الطشت بتاع الميه ده، الطشت اللي كنت بستحموا فيه زمان، تجيبه وتحط فيه نسبه ميه تكون ما تغرقش فرد الحمام، وتجيب طوبه كده قالب طوبه احمر كده حلو وتحطه في النص عشان فرد صغير ولا حاجه مش قادر ينزل في الميه واستحمى ما قدرش يطلع يعرف يطلع. يبقى احنا كده بنحمي الحمام في وقت ايه بقى؟ في وقت الظهيره، الجو الحر قوي، ما عدا الحمام اللي نايم على بيض، الحمام اللي تحتيه زغاليل صغيره. الهدف اللي لو حمام اللي نام على بيض نزل استحمى وطلع نام على البيض، البيض بيلزق في جسمه في الريش، يقوم قايم بالبيضه تجي البيضه مكسوره دي، وبرده اللي تحتيه زغاليل لبن هيقوم هو يبل نفسه ويروح ينام على الزغاليل، يبقى انت بوظت الدنيا. يبقى احنا بنقوله هتحمي ايه او تسيب لهم الميه اللي هم ايه الحمام المطلوق في المكان والحمام اللي ما تحتوش بيض ولا زغاليل، بتسيبه ويستحمى وياخد راحته. ده بالنسبه لايه؟ الحمام السايب والحمام اللي ما تحتوش حاجه تحميه. طيب انا دلوقتي حميت الحمام وتمام، فينا حاجه تانية. عارفين البخاخه بتاعت الحلاقين دي؟ في منها كبير كده، عاملين في منها كبير. البخاخه ديت بتجيبها وبتفضل ايه تسلي نفسك كده زي الحلاق ما بيحلق للزبون بيفضل يرش له ويظبط له دماغه، انت نفس الحكايه، اعتبر الحمام دوت زبون قدام منك، تمسك الزبون تغرقه كده بالراحه، مش تغرقه خالص، ترش. هي البخاخه دي بتعمل ايه؟ بتعمل زي رطوبه للحمام كده تفوقه وتنشطه. دي تالت حاجه. يبقى احنا عندنا الشفاطات، عندنا تحمي الحمام، عندنا تشغل اللي هي بتاعت الحلاق دي اللي هي البخاخه دي، بس في منها كبير للحمام شكلها حلو كده اللي هم بيرشوا بقى بتاعت المبيدات وكده، تلاقي كبيره شويه كان مش عارف اسمها ايه. طيب في حاجه تانية؟ في حاجه تانية. انا اعوض الحمام ايه بقى؟ ما انا خلصت كل الحاجات واديته حقه، اعوض الحمام عن الحر ايه؟ بتروح رايح على عارف مع محلول معالجة الجفاف بتاع الأطفال ده الصغير ده؟ بتروح في الصحراء شراب الحب يعرف معلش حد رن عليا يا حبيبي يعني. عارفين محلول معالجة الجفاف؟ محلول معالجة الجفاف ده هتجيبه من الصيدلية العادية، هتجيب هي العلبة كلها ما تعملش 5 جنيه حاجة زي كده، فيها بتاع 10 أو 15 أو 20 باكو صغير كده، هتجيب 3 بواكي وتملى الجردل الحلو ده، يعني مسقه زي دي كده، يعني مسقه 10 لتر مثلا، يعني جنب يعني مسقه 10 لتر، احط عليها قد ايه؟ احط عليها 3 اكياس. الثلاث اكياس دول بايه؟ بيشربوا الحمام كله. لو انا عندي مجموعه كبيره حسب الجردل، الجردل ممكن احط عليه 3 اكياس 4 اكياس، هو مش مضر. ده بيعوض الحمام عن اللي فقده من جسمه في الحر والفرهده اللي هو فيها. يبقى انا ايه؟
يعني انا دلوقتي عوضت اول حاجه هويت المكان، تاني حاجه حميت الحمام، تالت حاجه بخيت على المحبوس كده ايه اديته تقويه، رابع حاجه اديت الحمام حاجه تعوض الحر لان الجو نار. احنا متفرهدين، انا قاعد قدامكم متفرهد. بص احنا امتى الفجر؟ بعد الفجر والدنيا الواحد حران. ليه؟ الجو مكتوم، فلازم تشغل يعني لازم تخلي بالك من الحاجه اللي عندك ديت، لان دي روح مش هتشتكي لك في الحر ده، مش هيجي تيجي فرد حمام يقول لك انا حران عايز اروح البحر ولا عايز اروح هنا ولا هنا. فانت لازم تدي له حقه ما دام محبوس في عين ومش قادر يقول لك انا فيا ايه، لان احنا اغلب المربين في مصر حابسين الحمام في عيون سلك زي اللي ورايا دي، فطبعا محبوس لا يقدر يقول لك انا سعان ولا انا حران. فانت بتكيف له جو بحيث ان هو يكون معاك مرتاح ويشتغل معاك زي الفل. طيب خلصنا بقى ايه من موضوع ان احنا هوينا للحمام وان احنا حمينا الحمام وان احنا عوضنا الحمام عن الجو الحر والفرهده اللي هو فيها. طيب في ناس بقى يعني الكلفه عامل رئيسي ان انت ممكن تحرر فرد الحمام وانت ما انتش عارف. ازاي يعني احرر فرد الحمام وانا مش عارف؟ انت ممكن بتحط حاجات من الكلفه، حاجات في الكلفه بتعلي درجه حراره فرد الحمام. زي ايه مثلا؟ زي العدس. العدس ابو جبه دوت بيسخن فرد الحمام، يعني انت الجو حر وبتدي له عدس وفول، ما حاجتين العدس والفول بيسخن جسم فرد الحمام ويخلي فرد الحمام حران. بنستخدموه في الشتاء بس، في الصيف بتوقف الكلام ده، تحط نسبه بسيطه قوي كده بتحلي بيها الاكل، لكن في الصيف المفروض توقف الكلام ده. ليه؟ لانه بيعلي درجه حراره جسم فرد الحمام، وبيبقى اصلا فرد الحمام حران. بعد كده انت بتعلي له درجه الحراره، تدي الواحد طاقه اكتر، فبيسخن بيعرق مش قادر، بيبقى متفرهد. فلازم تشيل العدس والفول من الكلفة، تدي درع ويجة درع صفرة، تشكل بقى زي ما انت عايز الكلفة بتاعتك 7-8 انواع تشكلها مفيش مشكلة، ارطم الحاجات اللي هي بتحط على الكلفة كلها. طيب احنا كده ايه الخمس ست حاجات اللي قلناهم دول خلوا فرد الحمام فايق معايا، حلو الكلام. طبعا انت بتباشر كل جوز حمام مطلع زغاليف في الصيف، في ناس بتشغل في الصيف، يعني انا عن نفسي بشغل في الصيف شتاء عادي، ممكن زغلول الصيف بيطلع معايا زي الفل. بتمر على الحمام اللي تحت زغاليل مرتين في اليوم، المرتين مره الصبح ومره بالليل متاخر. ليه؟ لان الحمام في الصيف بيشرب كتير والمسقه بتخلص. طبعا انت لو مشغل مسقه بلاستيك زي دي اللي ورايا دي اهي، دي اهي، دي لازم تتملى مرتين في اليوم. دي يعني انا مشربهم الصبح ودلوقتي لسه مشربهم. ليه؟ لان الحمام مش هيشتكي لك ويقول لك انا عطشان لان معاه زغاليل بيزقها. الزغلول اهو تحتيهم اهو، هوريكم برضو عملي عشان تعرف تنحت الايه. تعالى يا عم ده زغلول شلباس تركي اهو، واكل وشارب اللي مش على واكل وشارب وزي الفل. شو حصلت فرد الحمام الله اكبر ده ليه؟ لان انا اكل مره الصبح واكل مره بالليل وشرب زي دلوقتي، يبقى الفرد الحمام يحتاج حاجه صحته لازم تكون معاك زي كده. انما لو فرد الحمام انت مجوعه ومجوع الاهالي وما تديهمش حقهم في الميه والشرب، عمر فرد الحمام الزغلول ما هيعيش معاك، مش هيكمل. انما مديله حقه هتبص تلاقي الحمام زي الفل معاك. في نقطة بقى هتكلم فيها تانية، خلاص خلصنا بقى من التأكيل والتشريب والحر. حلو، هحط بس الزغلول مكانه. بسم الله. طيب احنا دلوقتي خلصنا من التأكيل والتشريب والحر والدنيا جميلة. ايه اللي انا اعمله علشان فرد الحمام يفضل صحته كويسه معايا وما يهزلش مني وما يقعش مني؟ اهم حاجه، والنقطه دي انا اتكلمت فيها قبل كده، ان انت تاكل الحمام ده بميعاد. خلي بالك يا غاوي من النقطه دي كويس قوي، تاكل الحمام لمده ساعه وتشيل الاكل، ساعه وتشيل الاكل، الميه ما تتقطعش نهائي من قدام الحمام، الميه تفضل باستمرار قدام الحمام، الاكل اللي يتحط ساعه ويتشال. ليه؟ الحمام ده حاجه اسمها انف. انف يعني ايه؟ يعني طول ما قدامه الاكل تاني ما بياكلش، ما بيروحش ياكل الزغاليل.
اكل قدامه زي الواحد يقول ان انت شبعان شبعان بقى بتتعوج، انما لما تجوعه هيجري ياكل وتبص تلاقيه نتيجه ان هو جعان يجري ياكل الزغاليل، يجري زي الطياره بياكل الزغاليل خالص حصلتهم زي الفل كده. فانت تاكل بميعاد، مره الصبح الساعه 8 ومرة آخر الليل أو في نص الليل أو أي وقت أنت لو بتسهر ولا حاجة تأكلهم مرة بالليل. المية في الصيف ما تتقطعش نهائي من قدام الحمام، وخلي بالك المساء الفخار بتسخن الحمام، يعني بتسخن المية، يعني لو مساء بلاستيك يكون أفضل لأن ما بتسخنش المية، ولازم تغير المية باستمرار لو لقيت المية سخنت جوه المسألة، لأن المية لو سخنت الفرد الحمام هيتعب منك، هيجيله كانكر، هيجيله أي حاجة، المهم هيتعب منك. فأنت لازم تغير المية، لازم تكون نسبة المية يعني فيها نسبة رطوبة مش سخنة، لو سخنت في المزة والفرد شرب من عطشه هيعيا منك ويموت مش هتعرف تلحقه. فأنت أهم حاجة إن أنت تغير المية مرتين، تأكل الحمام مرة الصبح ومرة آخر الليل بمعاد، وتشيل الأكل تقشوط. الغوايه بيقول عليها تقشط، تقشط يعني تشيل الاكل من قدام الحمام عشان الحمام يفضل ايه، يفضل جعان لحد ما اول ما يشوف الدره العجوه الدره الصفراء ياكل 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 ويجري اكل الزغاليل. لو لقيت زغلول صغير وزغلول كبير تشيل الكبير من قدام الحمام، اول ما ياكل الحمام يجري هياكل الصغير، يبقى انت كده خليت الزغلولين نسبتهم في حجم بعض. مشكله اللي هو زغلول صغير وزغلول كبير، اول ما الحمام ياكل ويكون على جوع تيجي شايل الايه الكبير من قدامه، هيجروا ياكلوا يلاقوا مين، يلاقوا الغلبان الضعيف قدامهم، يجوا زقينه مأكلينه وخلوه صحته كويسة، تيجي حاطط لهم الكبير هيطلب منهم الأكل وبعد كده هياكل لوحده منهم وهيبقى صحته زي الفل. ده بالنسبة للزغلول الكبير والزغلول الصغير ومعاد الأكل ومعاد إن أنت تقشوط الحمام أنت. فالمعلومات اللي أنا بقولها ديت يا ريت كل الناس تعمل بيها. التهوية، الصيف بالذات تهوية، اوعى تكتم على حمامك في الصيف، كتمت عليه تلاقي بقى التنفسي ظهر، ولو فرد تعب لا قدر الله تبص تلاقي المرض انتشر في المكان، لان المكان مغلق. اذا واحد تعبان ومقفول عليه اوضه، حط واحد سليم معاه اتعدى منه، لو دور برد ادعى ده، لو دور مش عارف ايه ادعى، لا خلي المكان مهوي بحيث لو فرد تعب تاخده تعزله وبعد كده تعالجه وبعد كده ترجعه بعد اسبوع او اتنين بحيث ان هو يكون خف وصحته بقت زي الفل. طيب لو لا قدر الله حصل منك لقيت فرد اتروش في وسط المكان، الروشه دي مرض لعين ربنا يحفظنا ويحفظكم منها، ما بتيجي بتعقد غوايه كتير، في ناس بتبطل بسبب، بس هو بيبقى غلط مننا احنا، اهمال اول حاجه، تاني حاجه ان احنا بنكبر دماغنا، يعني ما بنحصنش الحمام. في تحصين يا جماعه في اول الصيف واول الشتاء، نيوكاسل ضد الروشه، نيوكاسل الميت بيتحقن الحمام كله عشان مرض الروشه ما يجيش للحمام وترجع تقول يا ريتني حصنت ويا ريتني اديت ويا ريتني اديت. فانت اهم حاجه ان انت تحصن الحمام اللي هو التحصين نيوكاسل الميت كل 6 شهور في دخله الصيف ودخله الشتاء. طيب لا قدر الله بقى النقطه بقى اللي بتقابل الغوايه كلها، اغلب الغوايه حتى انا من ضمنهم ساعات بتقابلني، بيجي فرد تروش في وسط مجموعه، اول حاجه بتعملها بتشيل الفرد ده تاخده كده وتعزله، تعمل معاه ايه؟ عشان في ناس بتسال بتقول لك الفرد ده بيخف ويرجع، اه بيخف ويرجع، بس انت بتعمل حاجتين او ثلاثه لازم تعمله. تمسك فرد الحمام قدر الله مثلا على كده، فرد اتفاجئ، فرد الحمام لا قدر الله ده، بس يعني الله ما يتروش، فرد الحمام زي ده لونج فيس مثلا، ده اتروش معايا لا قدر الله، يعني بعمل ايه؟ بمسك فرد الحمام الجناح ده بشد الريش كله، الريش الكبير ده، وباجي على الديل ده بشد الريش ده كله، يعني بنتف ديل الجناح وديل الايه؟ وقصد الجناح والديل الاثنين، بشد الريش يعني بخلعه من مكانه عشان في ناس تقول لك بتشد وبتعمل ايه؟ واجي جاي عند الرقبه من هنا واجي شايل الريش ده كده وببسيط كده اجرح هنا، انزل الدم الفاسد. الفرد طبعا بيبقى بلاوي دماغه كده ولاوي دماغه كده، دي بتبقى الروشه بتقعد تجرح له بسيط في الرقبه، وتسيبه بقى فوق السطح عندك في مكان يكون منعزل، هيخف لوحده وهتثبت عليه، لو هو رقبته ملفوفه هتثبت عليه، لو هي انتهت تشتغل ذكر ممكن يشتغل وممكن يروق وممكن انت ونصيبك يعني حسب المرض اللي عندك لا قدر الله. ده بالنسبه للفرد الحمام التعبان. طيب فرد الحمام تعب والدنيا اتكعبلت عندي وحصل دور زي دور لا قدر الله، دور زي دور الروشه وزهقك وعقدك والدنيا، تعمل ايه اول حاجه عشان تلحق نفسك؟ عايز الحق نفسي، اروح رايح جايب شكاره جير مطفي، انتوا لو خدتوا بالكم هتلاقيني رشش جير في كل المكان عشان ده احتياطي من غير ما يكون في اي مرض.
لازم تحط جير مطفي في المكان. عامل الجير المطفي ده بيقتل اي ميكروب او اي بكتيريا في الارض. هو اي نعم الجير المطفي بيعفر المكان وبتبقى تخش انت ابيض، تبص تخش مثلا لابس لبسك ونضيف تطلع معفر كده كانك طالع من التراب، بس هو بينتشر في المكان كله، تلاقي معفر المكان كله، هوب تلاقي البكتيريا كلها اللي في المكان ماتت، بيحرق عامل زي حاجه كده بتحرق البكتيريا في الارض بتموت. ده بالنسبه للجير المطفي. فانت تستخدم الجير المطفي ده على طول، يكون مرشوش في المكان ويكون بس مش بكثره قوي عشان ما تخنقش الحمام. المكان لو فيه تهويه كويسه رش عادي، المكان مقفول ومغلق ما ترشش كتير عشان ما يخنقكش ويخنق الحمام ويضايقه ايه كتنفس وكده، تلاقي الفرد واقف مش مرتاح نفسه. ده بالنسبه لموضوع الروش، بترش الجير وبعد كده بتدي الكوليبريم او اي حاجه للسالمونيلا بحيث ان انت توقف المرض، وبعد كده بتعزل المريض وبتعزل المريض الاول فوق وبتنتف زي ما قلت لك، وكل الحاجات دي سهله جدا يا غواي، وكل الحاجات دي مرت علينا كلنا، احنا محدش علمنا حاجه، احنا بنقعد نتابع 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 لما عرفنا كل المعلومات دي. فان شاء الله باذن الله اي حد هيحتاج اي معلومه او اي حاجه او اي سؤال يتفضل، انا معاك اهوت على البث المباشر، ادينا قاعدين فاضيين نايمين مظبطين كل حاجه. نطلع بس فوق نشوف التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عمر ربنا يقويك على فعل الخير ومساعده الناس، الله يبارك فيك. هشام دعشوش السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب حطيت طشت قبل كده وفردين اخذوا برد. الفردين اخدوا برد ليه؟ ما انت ممكن الطش تكون فرد الحمام اصلا نازل تعبان جوه الطش، هو عمره ما هياخد برد من الميه، ده الميه دي بتفوقه وبتخليه. وبعدين تحمي في وسط الظهيره، يعني ما تجيش تحمي المغرب او تحمي الصبح بدري، الظهر بالظبط في عز الحر الفرد بياخد شطفتين كده وبيحمي نفسه ويقعد يتحنكش كده في الميه هو واصحابه ويطلع يفوق نفسه وينشف نفسه. ما تحطش الفرد يعني ما تحميش للمغرب ولا تحمي الصبح بدري. يا ريت لو تورينا الشفاط ده عشان عاوز اعمله الشفاط اهو، هوريه لك حاضر من عينيا عشان برضه يبقى المعلومات كلها ايه. اهو ده الشفاط، بس انا موقفه عشان بس الصوت بيبقى عالي. اهو الشفاط ده بتاع المزارق. طيب تمام. السلام عليكم ورحمة الله. محمد مجاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد مجاهد كفر الشيخ أحسن ناس على محمد، الله يبارك لك معلم، الله يبارك لك، جزاك الله خير يا ميمو بندق، ربنا يبارك لك يا بندق. السلام عليكم. مفيش زواجل شغالة للبيع؟ والله أنا عندي زواجل بس يعني أنا ممكن أخرج لك زغاليل بس لأن أنا بحضن تحتيهم. العلبة بسبعة جنيه ونص أحمد مجدي، ماشي يا عم أحمد بسبعة جنيه ونص مش مشكلة عادي. محمد بري ابو ريا منور دانورك يا عم محمد. طب والعيش؟ إيه العيش غلط، ما تحطش عيش للحمام، كسر العيش ده ساعات بيلزق في بق فرد الحمام، ساعات بيعمل له كنكر فبلاش. ينطبق على العصافير؟ والله اعلم بقى في موضوع العصافير، انا اعرف موضوع عن الحمام بس احتمال ده طير وده طير، ممكن ينطبق على العصافير عادي. العدس العيش السيف يقلل العدس والفول نسبة بسيطة فعلا فعلا. احمد مجد اسلام ابو حلاوة الاكل كام مرة في اليوم في الصيف؟ الاكل مرتين، بص صيف شتاء مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة اخر الليل كده وانت في العلاج التنفسي. تايلوزين تحقن 3 شرط في الصدر يا علي، 3 شرط بحقنة الانسولين في الصدر في الصدر. احمد العربي صلي بينا على النبي يا حاج، الحمام مش على الصلاة والسلام. تمام مفيش مشكلة. العيش نسبة بسيطة على الكلفة مرتين في اليوم مفيش مشكلة، ينفع عدلهم عويجة وصفرة بس ينفع، ما ينفعش ليه؟ بس لما كل ما تضيف كلفة يكون أفضل يعني. مدحت الشافعي يا باشا إيه علاج العيون المقفولة وفيها حاجة بيضة؟ أنا قلت الكلام ده 100 مرة أهو، دي إزازة أهي، دي قطرة اسمها إيه؟ ديكساترول. بتيجي الازازه ديت من الصيدليه العاديه، بتيجي فاتح الازازه كده وشايل البوز بتاعها ده اللي انت شايفه اصفر ده، بتشيله بتشال، بتيجي مفضي كبسوله تترا سايكلين او كبسوله دوكسامايسين، وتيجي قافل كده بصبعك وتيجي عامل كده رجيجها 3 مرات وتحط في عين الحمام اللي هنا اليمين او الشمال نقطتين وهنا نقطتين ونقطتين في البق. الصبح مش هتلاقي حاجه بفضل الله طبعا، الصبح بفضل الله مش هتلاقي حاجه في عين فرد الحمام، بس اعمل اللي بقول لك عليه.
احنا جربنا حاجات كتير ودخنا في الموضوع دوت، بس الحمد لله يعني جاب نتيجه. ده بالنسبه للعين المقفوله فيها تجبن وتغسل، نسيت بس تمسح كده بقطنه فيها ميه فتره اللي هي ميه متدفيه شويه، تمسح العين كده من حواليها كده بالميه بالقطنه، كل التجبن والحاجات دي هتتشال، وفرد الحمام لما تحط له القطره دي زي ما بقول لك الصبح مش هتلاقي في حاجه باذن الله بامرك يا رب. نفسي افرخ في الصيف بس مش بعرف بسبب الجدري اعمل ايه. الجدري ده مرض، احنا قلنا قبل كده علاجه، قلنا يا جماعه الجدري بيستوطن في المكان، يعني ممكن لو جالك لا قدر الله جدري يفضل السنه الجايه المكان اول ما يطلع عليك الصيف يطلع فيه جدري. قلنا الحشرات اللي في المكان اللي هي الدبان، دبانه الحمام والناموس، الحشرات اللي بتمشي في الحمام بتنقل بتسرع انتشار المرض في المكان، بتاخد من السليم دم وتدي للمريض دم، وتاخد من المريض دم تدي للسليم دم، يبقى اذا بينتشر المرض في كلمه في الزغاليل كلها. ليه؟ لان انت مخلي الناموس ودبانه الحمام موجوده. طب اعمل ايه؟ ارش اكسوماسرين الحمام تحت الجناح وتحت ديل الفرد الحمام، ارش المكان كله واقفل السلك ضد الناموس، ما خليش حشره تخش المكان خالص، كده انا بمنع انتشار المرض. ورش المكان كله جير عشان اقتل الميكروبات اللي في الارض، وبعد كده لو في حمام مريض وفي جدري، عارفين الاسيتون اللي بيتباع اللي هو مزيل الاظافر في اي حد من بتاع المكياجات، بتجيب اسيتون وتجيب الحقنه الانسولين تسحب من الاسيتون وتحقن الحبايه، تحقن الحبايه من الجناب ومن النص كده كام حقنه بسيطه، وتعزل الفرد لوحده، تبص تلاقي بعد 3 ايام وقع لوحده. ده بالنسبه لمرض الجدري والعياذ بالله، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع. طيب بعد اذن الناس، عندي تيره عندها سالمونيلا واكلها قل خالص، بس صحتها كويسه وساعات تنزل ميه سخنه، تنزل ميه سخنه من بقها، لو اديتها علاج بسرنجه بترجعه بس مش على طول. انا مش عايز التيره دي تقع مني، شغال معاها علاج سالمونيلا بس خاسه برضو. بعد اذنك يا عم مجاهد، حلها ايه؟ ايوه السالمونيلا، ما احنا قلنا يا جماعه السالمونيلا، ما احنا بندي للسالمونيلا كل ابريم، وفي حاجه كذا حاجه، مش كل ابريم بس، كذا حاجه للسالمونيلا، بحيث ان انا يعني الحق فرد الحمام ما يقعش مني. لو فرد الحمام حسيت ان هو، وفي الانتينال بتدي ساعات، في ناس بتدي انتينال اللي هو البشري بتاعنا ده اللي بتاع الاطفال ده، تجيب سرنجه وبتدي مثلا نص سنتي او نص سنتي او 1 سنتي في البق مباشر، لو عندها مثلا ايه سالمونيلا، لو عندك مثلا مجموعه كبيره مش عارف تعمل حاجه بتدي كولبريم للكل وتحطها تعزلها في مكان لوحده تخليها فايقه كده بعيد عن الحمام عشان السالمونيلا معديه. ربنا يحفظنا ويبارك لك يا عم احمد، اللهم بارك محمد ابراهيم سليمان، الله يبارك لك يا رب. السيد ابو عوض حبيبي يا عم حبيبي يا غالي محمد ابراهيم سليمان، اللهم بارك، ربنا يبارك فيه. بعد اذنك يا حاج مجاهد، رد عليا، ما انا برد اهو، انا واخدها اول باول. ربنا يجعله في ميزان حسناتك، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. السيد مجدي، علاج التنفسي، قلنا تيلوزين تحقن في الصدر 3 شرط لمده 3 ايام. محمد عبد المنعم الزعفراني، ازاي حق الفخار بيسقع المزقه البلاستيك؟ هي بتسخن انت كده نسيت وانت صايم. بص يا سيدي، انا عندي المزقه الفخار المطليه من جوه، المطلي من جوه هو اللي بيسخن، اللي مش مطلي من جوه ده، معلش انا نسيت يعني ادي المعلومه دي، المطلي من جوه بيسخن، اللي عامل زي الزلازلي ده اللي بيتدهن من جوه ده بيسخن، اللي مش مطلي زي القلل بتاعت زمان ده ما بيسخنش بيسقع، دي المعلومه الصحيحه، انما البلاستيك كويس مش وحش. ده بالنسبه انا ما نسيتش، انا صايم بس ما نسيتش يعني. قول لنا تركيبه الكلفه بتاعتك. تركيبه الكلفه اللي عندي انا بحط دوره صفراء ودراع ويجة، بحط قرطم مزلة، يعني بجمع بتاع 5 6 انواع بحطهم على الكلفة، وما بضيفش غير نسبة فول بسيطة ونسبة عدس بسيطة عشان ما سخنش جامد الحمام، دي كلفتي. محمود سعيد منور الدنيا، ربنا يبارك فيك يا محمود. احمد شعبان، صباح الفل يا احلام جاهد ورمضان كريم جواد دمياط، بيصبح عليه كانت احلى غوات دمياط واحلى اهل دمياط في الدنيا كلها، ربنا يبارك فيكم اخواتنا، والله فعلا اهل دمياط انا بعزهم جدا. احمد، حد يرد يا جماعه؟ انا برد يا احمد معاك اهو، واخدها اول حاجه حاجه. غرفه 2 متر في 3.5 تاخد كام جوز؟ ارجو الرد. 2 متر في 3.5 لو هي سلكات تاخد لها بتاع 30 جوز. 2 متر 3.5 تاخد لها، لو هي سلكات هنا الصف مثلا ياخد له مثلا لو 5 5 × 4 ب 20. حلو؟
يعني جنبه واحد بس كده ياخد 20 يعني، فان شاء الله تاخد معاك كمية لو محبوسين. اعمل تجاه الاخ هشام دعشوش، اعمل تجارب على اي حاجه غير اللونج يا مجاهد. حاضر يا عم هشام، اللونج انا عارفه حبيبك اللونج يا عم هشام، ربنا يبارك لك ويوسع رزقك وتجيب الشغل بالسلامه ان شاء الله، ويوفقك باذن الله، وفق كل من كان بيتجه فيها فعل الخير يا رب. على حسن تيما سوهاج بتصب عليك وعلى كل اهل اسكندريه، احلى ناس، انا نفسي انزل الصعيد والله العظيم، احسن ناس وارجى الناس وانا بعزهم جدا والله، رجوله كلها يعني. كمال وعبد الله يسعد صباحك من فلسطين، يا انتوا اخواتنا طبعا اهل فلسطين واحسن ناس، ويا رب يدوم المحبه ونفضلوا حبايب مدى الحياه لحد ما لا نهايه. ما بيه ما بيأثرش على الحمام، ما بيأثرش على الحمام طبعا. تم صهاب احلى تم، جزاك الله خير خالد، جزاك الله خيرا يا حبيبي. انا كان عندي روشه من فتره والحمام بقى كويس، النهارده لقيت فرد زغلول لسه صغير طالع عندي مروش، ممكن يعدي الحمام؟ لا، الفرد لو طالع عندك وهو صغير مروش دي بيبقى عيب عيب عيب، يعني انت الفرد مش واكل صح، الاهل ما بتزقش صح، بيبقى زي ضعف، فبيتروش منك، بيتروش منك من الضعف اللي هو فيه، بيبقى ناقص حاجات كتير جدا، انقله واعزله، بيحصل كتير عند غوي كتير، تلاقي الزغلول تروش وهو لسه صغير، فانت اعزله بعيد عن الحمام، مش ان شاء الله خير، مش هيجرى اي حاجه في الحمام باذن الله. ده بالنسبه للاخ محمد. عم مجاهد الفرق بين الشقلباز والبهلوان، الشقلباز بيلعب على الارض، الشقلباز بيلعب قصدي في الجو، والبهلوان بيلعب على الارض، البهلوان الحافي، الشقلباز بيطير وبيلعب كام كرسي كده في الجو بيبقى شكله حلو، انما البهلوان بيلعب في الارض، والفرق ما بينهم ده بيبقى حافي وده بيبقى بسروال. هنعمل ايه في الحر بكره يا حاج؟ ما احنا قلنا بقى الحل، اشتغل بقى زي ما قلت لك. طب الجدري حلها ايه؟ قلت لك الجدري حله ايه؟ جاوبت على الاسئله دي. ممكن علاج للجدري والدبان، الدبان اكسوماسرين، الجدري اسيتون. لو سمحت اكل كلفه، اكل الحمام كلفه ولا الذره الصفراء بس؟ الاثنين، ذره صفراء وذره عويجه وعادي يعني. تم صباحك بتصبح احسن ناس. الزغلول ضعيف، شنو السبب؟ الزغلول الضعيف بيبقى عيب منك انت مش من الاهالي كمان، حتى لو الاهالي بتزق الزغلول وكده، انت ما بتاكلش بميعاد، اكل بميعاد وجوع الحمام الزغلول هيطلع معاك زي الفل، يعني تاكل مره الصبح ومره اخر اليوم وتشيل الاكل، الزغلول هيطلع صحته احسن من الاهالي كمان ان شاء الله. الحمام عندي ما بيطلعش غير زغلول واحد. ما هو ما بيطلعش غير زغلول واحد ليه؟ هل من الاهالي او هل من الذكر او هل من النتاية؟ الموضوع دوت لو بيطلع زغلول واحد يعني بيضه فيها كسر وبيضه ما فيهاش كسر، بيبقى ناقص. بصوا يا جماعه دي بتتباع اهي في السوق، هي عباره عن بذور كده، شايفين البذور دي؟ دي بتتباع في السوق، الكيسه ده بتتباع ب 20 جنيه، لو عندك اي فرد حمام في سوق اسكندريه وجميع الاسواق، لو عندك اي فرد حمام بيروق البيض، روح اشتريها، هتلاقيها في سوق العصافير او في سوق الحمام، الناس قاعده بيها مرطرطه. تدي للحمام منه للذكوره منه، البيض بيعمر، وده بقى اللي كل الناس بتقول لك يعني خلطه البذور اللي هي ديت جميله جدا، دي بتتباع في دمياط وفي كل حته، برضه انا جايبها من السوق اهي. دي بتعمل 20 جنيه. خلطة بذور اهي. كل ده عشان ايه؟ كل ده عشان ايه؟ عشان الذكورة اللي بتروق وتدي طاقة للحمام ان هو ايه؟ ما يجرالوش أي حاجة، تمام؟ أبو حمد الحداد قالوا أنا معاك يا عم، وأقول اللي أنت عايزه كله. أحمد بهاجر، حبيبي يا أحمد، أحلى مسا على عيونك، طيب ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك يا عم أحمد. الجير ما بيأثرش على الحمام، ما بيأثرش على الحمام الجير يا حبيبي ما تقلقش. طيب الحمام اللي بيخاف من الميه احميه انا؟ اوعى تحميه سيبه براحته، هو مش واحد صغير عيل هتحميه، سيبه هو كده كده عادي. محمود حسن تحياتي من فلسطين، اهل غزه احسن ناس، اهل غزه على دماغنا من فوق، وانتوا اخواتنا، وطبعا ربنا يدوم المحبه في الله من غير اي حاجه والله. بعد اذنك يا حاج عاوز صورة للمصري الميت اللي هو التحسين، تحسين مش عندي دلوقتي، بس انا خش على النت كده اكتب تحسين نيوكاسل الميت، هتلاقيه طلع لك الازازة قدام منه.
جزاك الله خير على جهدك يا غالي. عندي استفسار بخصوص تربيه الحمام اللحم الفرنسي، كم سعره وهل ممكن البدء بيه في مشروع مزرعه؟ شكرا. اللحم الفرنسي احنا قلنا قبل كده عايز تبدا مزرعه لازم تبدا كبير فيها، لان الحمامه ديت مصاريفها كتير ومجهودها كتير ومكسبها برضو مش جامد قوي، يعني مش هو ده اللي هيعديك مره واحده، لا انت ابدا فيه بس ابدا كبير فيه، لان هو عدد العدد كل ما كان كبير كل ما كان العائد اكبر، يعني في مكسب. انما لو هتربى 10 جواز ولا 20 جوز مش هيجازوا معاك، هيجيبوا ايه؟ فانت ربي منهم كميه كبيره. احمد بالذهب طبعا اخويا وحبيبي منور الدنيا كلها، طيب ربنا يبارك فيك يا احمد. القرطم مفيد للحمام واجيب لهم على قد ايه؟ القرطم ده مفيد جدا للحمام، قد يعني مثلا لو انت عندك 30 40 كيلو كلفه او 50 كيلو كلفه، حط 2 كيلو قرطم او 3 كيلو قرطم عليهم مش هيزعلك، كويس جدا ويعني حاجه اساسيه في الكلف. انا من شباب ايه بجد تمام من زمان وبحبك موت وربنا ونفسي تكبر الصداقه. حاضر يا عم والله اقبل الصداقه بعد ما اخلص، بس عينيا الاثنين ليه. الزغلول الزاجل بكام؟ الزغلولين بيعملوا بجنيه اللي هو الزاجل كويس. افضل اكل في الصيف، ما انا قلت الاكل في الصيف، خش على الفيديو هتعرف. سعر السلاكه كام؟ سعر السلاكه المستعمله 700 جنيه، الجديده 1000 جنيه 4 عيوب. ايه العمل في الحر ده مع الزغليل؟ العمل في الحر ده مع الزغليل ان انت تهويه، التهويه ورش الحمام ميه وكده زي ما انا فهمتك بالظبط، تابع الفيديو. ربنا يبارك لك، كلام جميل. ربنا يبارك لك يا احمد، بارك الله فيك وكل عام وانت بخير. محمود بارك الله فيك يا حوده. جرعه محلول معالجه الجفاف في الحر الجامد تدي 3 اكياس، قلنا على الجرده الميه. الله ينور عليك يا حاج مجاهد، الله ينور عليك ويبارك لك. كل سنه وانت طيب يا عم مجاهد، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. الزغليل ضعيفه، شنو السبب؟ ما انا قلت لك السبب، شكلك مش مصري بس. انا قلت لك السبب، الزغليل الضعيفه ديت من ادي الكلفه، شكلها اعمل الكلفه بتاعتك كم نوع وجوع الحمام اكله مره واحده في اليوم، هتبص تلاقي الحمام بياكل الزغليل كويس جدا. في واحد من اسيوبا اتصل بيا وقال لي نفس الموضوع، وانا جاوبته وقلت له اعمل كذا 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 اللي انا قلته دلوقتي، الحمام بفضل الله اتحسن وبقى الزغلول بياكل وصحته كويسه جدا. محمود سعيد انت موعدنا في قص حمام لاحم ولسه ما استلمتوش. عينيا الاثنين يا محمود والله. حاضر عينيا. عسايب محمد ستري معروفه معاك عسايب. ايه طريقه استخدام الاكسوماسرين وايه علاج السلمونيلا؟ الاكسوماسرين 1 سم على لتر ميه وترش الحمام تحت جناحاته وتحت ديله، ظبط حالك عشان الفاش والحاجات دي تقع من الحمام. بالنسبه لكل بريم بتحط غطا على الجرده الميه او غطا ونص على جرده الميه وتشرب الحمام كله. كل بريم بشر ولا بيطري؟ بيطري طبعا. الهندسه متابعك اهو حبيبي يا هندسه. عم مجاهد الفرق بين الشلبازو والبلان قلنا طالما الطائر عنده سلمونيلا بيرجع مرحله متاخره لازم نحقن سيفوتاكس مضاد حيوي بشري طالما في ترجيل. مظبوط يا عم احمد بهاجر. تسلم يا حاج مجاهد، ربنا يبارك فيك يا غرب، ربنا يبارك لك. كل عام وانتم بخير يا راجل طيب، كل عام وانتم بخير. اسئله بنخش على اسئله. لا مش سلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السيد احلام صراحة كلكوا على دماغي. قلنا علاج عيون الحمام، تابع الفيديو، احنا قلنا الطريقة ومذكورة. ايه طريقة اكسترا؟ اسيتون بتستخدمه ازاي؟ بتسحب بالسرنجة وتحقن الحباية، الحباية اللي هي الجدر يعني. التحديق اصلا بيتباع جاهز، ده مفيهوش مقادير، بتحط التحديق قدام الحمام باستمرار ما تشيلوش لا صيف ولا شتاء. النتايه اللي ما فيهاش وزن خالص دي بص هتلاقي عندها ديدان، تدي جرعه ديدان. حاج مجاهد انا عندي ذكر البيض مش مخصب، الذكوره اللي هي البيض بتاعها مش مخصب تدي هيسلينيوم، او قلنا بتنزل السوق وبتجيب اللي احنا قلنا عليه الكيس ده. اخلي ان شاء الله الحمام بتاعك يخصب، الكيس ده بيتباع ب 20 جنيه معروف، بتدي الحمام منه باذن الله الحمام كسر ان شاء الله يبقى زي الفل. وحاول تنظف عند المخرج بتاع الذكر، تجيب مقص وتشيل الريش من حواليه من الفتحه بتاعت المخرج كده، تنظف له بحيث ان انت تجهزه عشان ما يروقش معاك. ولو هو بخاره او نمسا او حاجه تنظف له قدام عينيه يبقى شايف الطيره، والطيره نفس الحكايه. يعني الذكر والنتايه لازم تنظف لهم عند المخرج بمقص تشيل الريش من حوالين المخرج. النهارده بقى نستكفى بالاسئله دي لان الاسئله شكلها يعني
أسئلة كتير، وأنا والله يعني على قد قدر المستطاع بحاول أجاوب الناس كلها، وعايز والله إن أنا ما أزعلش أي حد وأجاوب على الكبير والصغير. بس أنا هسيب رقم تليفوني 0128 66 56 969. أي واحد كبير أو صغير في الغواية، أي واحد نفسه في أي إجابة على أي سؤال، لو حتى قال لي فرد الفلاحي إيه في إيه، هجاوبه على أي حاجة بالنسبة لغواية الحمام، لأن إحنا في الأول وفي الآخر قلنا زي ما قلنا إخوات. وقبل ما أقفل معاكم عايز أنصحكم نصيحة سريعة: كثفوا عمل الخير في رمضان، يعني ابذل مجهود كبير جدا، يعني حاول تسهر زي ما احنا بنسهر، حاول تدي معلومه. يعني انا لو لاحظتوا هتلاقوني بتابع اليومين دول غير الاول قبل رمضان، يعني قبل رمضان ما كانش في تفرغ وفي ضغط، ما كنتش بعمل فيديوهات كتير او بث مباشر كتير اجاوب على الناس. النهارده انا بقعد افرغ نفسي بالساعه والساعتين، وممكن افرغ نفسي وقت كبير جدا ان انا اجاوب على الناس في التليفون او على الفيس او في اي مكان. بكثف الشغل في رمضان ليه؟ عشان نكسب ثواب، ويعني كل ما تبذل مجهود وتدي للاعضاء معلومات كل ما ربنا بيجازيك على ان انت بتعمله خير. فاحنا عايزين ايه؟ احنا مش طالبين حاجه غير رضا ربنا، ورضا اهم حاجه، رضا ربنا علينا، بحيث ربنا يبارك لنا في رزقنا جميعا. ويا رب اكون قدرت افيدكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم المخلص مجاد البربري، تصبحوا على خير.